حابب اليوم احنا حكينا بالشهر الماضي سلسله عن الايمان لكن اليوم رح احكي عن ايمان امراه ايمان ام ايمان اه ما نقدر احنا كبشر نتصوره رح اقرا من سفر التكوين من سفر الخروج عفوا اخر عدد من الاصحاح الاول واول عدد من الاصحاح الثاني يقول ثم امر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي فحبلت المراه وولدت ابنا ولما راته انه حسن خباته ثلاثه اشهر ولما لم يمكنها ان تخبئه تخبئه بعد اخذت له صفطا من البردي وطلته بالخمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافه النهر ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به فنزلت ابنه فرعون الى النهر ليغتسل لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرات الصفط بين الحلفاء فرات أمتها وأخذته، فأمرت أمتها أو أرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين، فقالت أخته لابنه فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنه فرعون: اذهبي فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك فأخذت المرأة الولد وارضعته ولما كبر الولد جاء به إلى ابنة جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من المياه. نذهب بالعهد الجديد إلى نفس القصة لكن في عبرانيين يقول بالايمان موسى بعدما ولد اخفاه ابواه ثلاثه اشهر لانهما رايا الصبي جميلا ولم يخشيا امر الملك بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحرى ان يذل من شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيئه حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازات ليبارك الرب هذه الكلمات تستحق الام حقيقه ان اليوم تكون الخدمه الخاصه الها هل حذرت على من راح احكي اي ام ام موسى ام موسى هو هذا هو عنوان وعظتنا ايمان ام رائعه يوكابد هذه الام ما ذكر اسمها بهاي القصص سمعتوا انا جبت سيره يوكابد لا ومثل ما حكيت قبل شويه غاده ما جابوا سيره المراه شو شنو اسمها مش ضروري لكن يوكابد كان مكتوب بنصوص اخرى وقدرنا نعرف أن ام موسى كان اسمها يوكابد هاي الامرأة الرائعة هاي الامرأة اللي اليوم رح نتعلم من إيمانها دروس رائعة يكابد يعني يهوى مجدها جهوفا هير جلوري يكابد يا الله هو مجدها يعني اسم أيضا بركة كل الأنظار على موسى أو على هارون أو على مريم بنتها لكن من وراء هذول الأولاد الرائعين أكيد أم رائعة أنتجت هكذا أشخاص. آه حقيقة أنا بوركت جدا وأنا أقرأ التفاصيل والتفاسير عن هذه الإمرأة وعن قصة حياة أم موسى لمن هالإيمان وصل بها إلى أم إلى أنه ذب ابنها بالنهر دون أي شك أن الله رح يكمل معاها الله رح يعتني بهذا الولد الله هو اللي قررت أن تتكل عليه في كل صغيرة وكبيرة يقول بالكتاب المقدس أما الإيمان فهو الثقة أنا واثقة بإلهي أول درس نتعلمه من يوكابد هو إيمان التحدي كان عندها هذه المرأة إيمان تحدي يقول الكتاب المقدس أخفوا ابنهم ثلاثة أشهر طيب ثلاثة أشهر واق وويق وصراخ يعني أكيد بلش يحسوا بالأمر الناس ولما شافوا أنه حسوا بالأمر أخذوا قرارات أخرى أمر الملك أنه لازم الولد يموت لازم قال الملك إذا إجت بنت تستحيونها وإذا ولد يرمى في النهر أو يموت وما كان يوجد ألترا ساوند بهذاك الوقت حتى يعرفون ولد أو بنت أنا متأكد كثيرين أهالي بلشوا يصلوا يا رب انطينا بنت يا رب لا تخلينا بهذا الموقف الصعب يا رب ما نريد نشوف أولادنا يموتون أمام عيوننا لكن بنفس الوقت أكيد نساء كثيرة جابت أولاد عرفوا أنه لازم يموت هذا أمر ملك لكن يكابت قالت يجب أن يطاع الله أكثر أنا حابة أطيع الرب إيمان أنا حابة أربي هذا الولد تربية يحقق فيها مقاصد الله إيمان التحدي تحدد أمر الملك والرب أكرمها. تعرفون إحنا كثير كأهالي نصلي يا رب نجح أولادي، يا رب اشفي أولادي، يا رب احمي أولادي، لكن هل بيوم من الأيام صلينا يا رب حقق قصدك بحياة أولادي؟ كل واحد من عندنا الله عطانه ولد أو بنت لمقاصد. حتى يخدمه حتى يتكرس له حتى يكون بالكامل له حنا وقفت يا رب أنا أريد ولد قال لا أنا أريد نبي لا لا أنا أريد ولد يا رب أرجوك أنطيني ولد والرب قال لا بس أنا أريد نبي يا جماعة إحنا مو مثل أهل العالم كان يوجد نهر اسمه نهر الموت يذبون ولاد بينه كل وحدة يجيها ولد يذبنها ابنها بنهر ابن الموت إحنا مو مثل أهل العالم احنا الرب من يعطينا اولاد وبنات يجب ان نحرص على ان نتمم مقاصد الله هل تؤمنين هل تؤمن انه لما الله ينطينا ولد او بنت الله عنده قصد طيب دورنا احنا كاب وام نحقق مقاصد الله نربيهم على الكتاب المقدس نربيهم على الكنيسه نربيهم على كلمه الله هي امانه او انذبهم بنهر الموت بالعالم إذا أول إيمان كان عندها هذه المرأة إيمان التحدي. ثاني إيمان كان عندها إيمان التسليم الكامل. شوفوا أنا أتخيل الفكرة. أخذت سلة وبلشت تعمل زفت وحمر بأسفل السلة. ما تذكركم بشخص عمل نفس الأمر على كثير؟ نوح. نوح عمل فلك كبير انقذ عائله وهاي الام عملت فلك صغير انقذ نبي انقذ نبي قد امه تعرفون من بلشت الامه اليهوديه وابليس يحارب يريد يدمر هذه الامه تعرفون ليش؟ لان الرب يسوع المسيح راح يجي من هاي الامه ابن داود يريد يدمرها ولد ولد موسى وهو محكوم عليه بالاعدام محكوم عليه بالموت فقالت انا راح اتحدى كل هذه الظروف انا راح اسلم تسليم كامل للرب وبلشت تعمل الزفت وانا يعني متاكد الامهات اللي حواليها من شافوها تعد هذه السله قالوا اكيد يكاب بتطق بعقلها شيء لان يعني اول تالي راح يموت اذا حطته بسله واذا حطته بماي ما راح يروح بالماي ويختنق ويموت بعدين وحتى لو طافت لا ياكل ولا يشرب راح يموت، فهذه دا تخدع نفسها او بدها تقشمر على نفسها. لكن هي بقت مسلمه هذا الامر، تعرفون انا متاكد هي كام كان عندها صراع. لكن ساعه ما سلمت هذا الامر بيد الرب، انتهى الصراع. اكيد عندك صراع، عندك صراع بحياتك، صدقني. من نسلم الامر اللي في صراع بقلبنا من اجله الرب راح يهتم بالامور يقول خلص انت سلمتني خلاص لا تبقى انت ورا الموضوع مرات كثيره نقول له يا رب انا هذا المشكله انا مضايقتني اسلمها وابقى ماسك فيها اسلمها وابقى ماسك فيها طيب شنو رايك يا رب لو احل هذا الموضوع بهالطريقه شنو رايك لو احافظ على ابني بهالطريقه احمي ابني الطريقة يا عمي انت سلمته الي خلص اعطيني اياه انا اللي راح اشتغل وليس انت يا أنت يا أنا لما أجي أفكر بموضوع يكابد من حطت ابنها بالنهر ما تقدر بعد ترجعه خلاص راح من تحط الموضوع من تحطين الموضوع بين ايدين الرب ما لنا حق نستعيده لهذا أنا كثير أشجع أهالي من يجيهم طفل يجون يقدموا للرب ويسلموه للرب عن إيمان وليس طقس نعمله عن إيمان يا رب أنا أسلمك إبني بالكامل يا رب أنا أسلمك بنتي بالكامل يا رب من اليوم هي نذيرة ومن سلمناها للرب مجبورين نربيها أو نربيه على أساس تسليمنا مفهومة؟ أنا سلمت للرب إذا هذا الطفل رح يعيش أجواء خاصة سماوية هذا الطفل حمل جنسية سماوية إذا يجب أن يعيش حسب هذه الجنسية وشون إحنا حتى إحنا هنا حتى نأخذ الجنسية نروح نمتحن إحنا كل يوم ده نمتحن بالكتاب المقدس يجب أن نكون حافظي يجب أن نكون في قلبنا هذا اللي إحنا مسؤوليتنا كأهل تجاه أولادنا إذا إيمان التسليم الكامل ثالث إيمان نتعلمه إيمان التوقع والانتظار هي ذبت ابنها بالماء ويقول الكتاب المقدس بلشت أخته تراقب مرات كثير إحنا نصلي وصلاتنا تكون أغاني نصليها ونتركها لا صلي وانتظر توقع توقعي امور ايجابيه، انا اصلي من اجل اولادي وانسى مرات وابني انا خايف عليه لا يطلع مدمن مخدرات وبنتي انا خايفه عليها لا تطلع مدمنه او او يسوون علاقات غير صحيحه او يدمنون امر معين او او طيب انت مو مسلم؟ انت مو مسلمه؟ مو دورنا كاهل نربيهم على الكتاب المقدس؟ يقول ربي الولد في طريق الرب فمتى شاخ لا يحيد عنه. الرب أمين إذا أنا من أربي ابني على الكتاب المقدس أنا ما أعيش خايفة أنا ما أعيش أنا أعيش متوقعة ومتوقع أنه ابني رح يكون خادم أمين ليسوع المسيح وبنتي خادمة أتوقع وأترقب هذا الشيء لأن عندي إيمان أنا طلبت إلهي ليس أخرس ولا وثن ولا تمثال إلهي حي اسمعني أنا سلمت ابني بيد الرب وأنا متوقع الرب رح يعمل معجزات فكرت كثير بهذا المشهد يمكن اكو قسم ما يعرف انا يعني كنت قبل مخرج مسرحي فعندي فكره بالسيناريو من قعدت افكر بالسيناريو يعني كيف صار هذا الموضوع من نجي المشهد اذا نريد نتخيله المي ماشي وبنت الملك نزلت تسبح اوكي طيب اذا البحيره الخاصه امام قصر فرعون هي فد زون او تيرمينال ممنوع اي احد يمر له لان بنات الملك يستحمون فيه والملك نفسه ينزل يستحمى يعني يتحمم فممنوع اكيد يوجد امن يوجد حراسات يوجد تشدد منطقه مغلقه زون مغلق تيرمينال مو اي واحد يقدر يمر له يعني حتى موسى ينزل بالباسكت والذب وامه والتيار يمر 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 ويروح على هذاك المكان وبنت الملك في هذاك التوقيت ونحن نعرف اولاد الملك ما عندهم في الجدول الخاص يقعدون بالوقت اللي يريدوا وينامون بالوقت اللي يريدوا يتحممون بالوقت اللي يريدوا فحتى بنت الملك في هذاك الوقت تنزل والباسكت توصل لهذاك المكان ينراد عشرين معجزه حتى يتم هذا الامر وليس معجزه وحده لكن هي سلمت وراحت بنتها منتظره نتائج التسليم منتظره نتائج التسليم ووصل الولد الى هذاك المكان تعرفون مرات نضايق من أمر معين بالدولة أو بالقوانين لكن إذا عدنا إيمان ممكن إيماننا يغير القوانين شوفوا هذا القصر القصر اللي تربى به موسى هو القصر اللي طلع فيه قرار بقتل موسى وقتل كل الأطفال ونفس القصر الرب حوله بسبب صلاة يكابد أن هذا القصر تربى به موسى وكبر فيه موسى وكل أموال فرعون خضعت لتربية هذا الطفل حتى يكون رجل عظيم وبنت موسى وأملاك عفوا بنت فرعون وأملاك فرعون كلها سخرت لتربية هذا الولد اللي بهذا القصر أمر قتله إذا صلاتنا يا جماعة ممكن تغير قوانين صلاتنا ممكن تغير أمة بكاملها فقط يجب أن نوثق بالرب ونربي أولادنا التربية المسيحية الحقيقية هللويا ما راح أطول عليكم اليوم أنا مارك خلي بابا اليوم خدمة خاصة أنت عشر دقائق أحكي قلت له أوكي اه حقيقة الله يغير بكلمة من عنده لما نفكر بمشهد انه الملائكة نزلت ترنم في بيت لحم ساعة ما ولد الرب يسوع المسيح، أكيد الملائكة عندهم خبر إنه هذا طبعاً تفسيري الشخصي مالكم علاقة بال آه... الملائكة عندهم خبر إنه رح نرنم بيت لحم كملت أيام المرأة مريم المباركة حتى تلد وهي وين؟ بالناصرة صار عندهم إرباك، ملاك يقول الملاك يا عمي إحنا أصلاً لازم نرنم في بيت لحم ومريم ويوسف بعدهم بالناصرة شلون راح يتم هذا الموضوع لكن بكلمة من الله وامر اغسطس قيصر ان يذهب الجميع ويكتتب في بيت لحم وراحوا مريم ويوسف وتمت الخطة اللي لما نسلم الامور بيد الرب خلص انهي الصراعات اللي بداخلك وسلمها بيد الرب البعد الرابع اللي نريد نحكي عنه هو ايمان التحقيق. موسى وزوجته حالتهم الماديه الاقتصاديه ضعيفه. وكل اغلب اليهود كانت حالتهم غير جيده في ارض العبوديه. لكن انا يا رب قالت واثقه فيك. أنا واثقة في أنه أنت تعتني بابني وحطت ابنها بالمي والرب أكرمها أصبع الله قادت الباسكت السلة وودتها إلى بنت فرعون وإجت مريم وقالت لها تريدين أجيب لك مرضعة قالت لها إيه لي يقول الكتاب رق قلب ابنة فرعون ما أنت يا ابنة فرعون كل يوم تشوفين أطفال ميتين ايش معنى السرق القلب؟ الله عطاها بالروح القدس محبة أم محبة أم شافت الولد وشافت جماله وقالت خلص والرب اكرمها يكابد أما كان ما تعرف ابنها بعيد لا رح يتربى بحضنك وكانت قبل حتى الولد يفطم خمس سنين رضاعة فقالت اذا أنا كأم أولا الرب أكرمني إنه ابني ما مات، ثانيا الرب اكرمني انه انا اللي راح ارفعه، ثالثا الرب اكرمني انه راح يجيني راتب، رابعا الرب اكرمني راح اعيش بقصر، وخامسا انا عندي فترة محدودة، انا عندي خمس سنين خليني أذب كل طاقاتي أحفظ ابني الكتاب أعلمه طريق الله أنا أعرف إنه ابني رح أنا ما أستبعد أبداً الله أعطاها إعلان إنه ابنك رح يكون رجل عظيم ورح يقود أمة كاملة قالت خلي أحضر ابني على هذا الشيء، عندي خمس سنين خمس سنين عندك يا يو كابد يلا خليني أربيه، خليني أسقي الكلمة خليني أعلمه هو ابن الله خليني أعلمه القيادة خليني مع العلم آه موسى تربى بين أمين وحدة تعلموا كل سحر فرعون والشعوذه والتعاليم ويقول يقول تعلم كل تعاليم مصر في هذاك الوقت من تعاليم فلسفه وحكمه وسحر وشعوذه يعني غسلوا له دماغه لكن هالخمس سنين اللي ركزت فيها يكابد واتكلت على الله في تربيه ابنها التربيه المسيحيه اثمرت بالنهايه. اثمرت في النهايه. شوفوا شوفوا الزرع اللي زرعته اخر مقطع يقول بالايمان موسى بعدما ولد اخفاه ابواه ثلاثه اشهر اخفاه ثلاثه اشهر لانهما رايا الصبي جميلا ولم يخشيا امر الملك بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون كل واحد من عندنا يتمنى حتى لو يعني بس يصير له لقب رئيس وزراء كم بالحري ابن ابنة فرعون أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات إذا هو ينظر إلى المجازات ممكن إحنا ما نقتنع بأسلوب الحياة اللي إحنا عايشينه لكن أنت انظر إلى المجازات اكرم الرب من وقتك من مواهبك من مالك من أفكارك اكرم الرب والرب راح يكرمك ما كان عنده شك لحظة إنه تحط السلة بالمي وساعة ما تحط السلة اليوم بالمي ما ممكن تسحبها تخيل هي حطت السلة بالمي وراحت تقدر ترجع السلة بعد ما ممكن يا حبيبي ويا اخويا ويا اختي ننطي شيء للرب ونرجع نسحبه بكره، ما ممكن ما يصير. من نسلم امر للرب خلص واثقين انه الرب يكمل واحنا دورنا نهيئ اولادنا وبناتنا لخدمه هذا التكريس. كم ام اليوم حابه قرار مغاير. أنا قلت إنه اليوم عيد الأم احنا راح نحوله إلى يوم مميز. يمكن أنتِ في إعداد أن تكونين أم بالمستقبل، ويمكن أنتِ أم already. يمكن اليوم الرب نبهك على أمر. يا رب أنا كرستم إلك بس مرات كثيرة أنا خفت عليهم. مع العلم انا مسلمتهم لك وانت انت يعني انت اللي انا انام بس انت ما تنام يا رب انا مرات انسى بس انت ما تنسى ايش قد محبه الام عظيمه يقول ان نسيت الام رضيعها الرضيع يعني لا حول ولا قوه متكل بشكل كامل على امه ان نسيت الام رضيعها انا لا انساك يقول الرب اريد اليوم انه ناخذ قرار أنا مسلمة ابني للرب أنا مسلمة بنتي للرب طيب خليني يا رب انطيني القوة أن أربيهم على هذا التسليم إحنا أولادنا الرب ما انطانا أولاد حتى من بنهر الموت ويروحون بالعالم وبالنهاية تروح تعيش ويا شاب من غير زواج أو يروح يدمن لي مخدرات أو 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 الرب عرفت عرفت هي راح تعيش خمس سنين معاي وكابت خمس سنين ركزت عليهم أنت ما تعرفين إيش قد راح تعيشين إذا نركز طاقاتنا، أنا أعرف هاليوم أنا عايشة، ما أعرف بعد ساعة، بهاي الأوقات خلي أركز على ابني، أصلي وأطلب البركة، أعلمه الكلمة، أربيه تربية حقيقية، يكابد أنتجت ولاد عظماء، هارون أول رئيس كهنة. مريم كانت قائدة كواير، كانت شاعرة، وكانت نبية، وكانت رئيسة الترنيم وموسى رجل عظيم قائد أمة تخيل واقفة وهم كبار قدامها ويقودون الشعب ما هو شعورها أكيد هي مفتخرة أنه يا رب الأمانة اللي انطيتني انطيتني ثلاثة أولاد ولدين وبنت يا رب أتمنى أنه رضيتك بتربيتهم أنا كرستهم لك يا رب وأتمنى أنت راضي علي يا رب كم مره تساهلنا ويا اولادنا وبناتنا يا جماعه يلا خطيه دخلي جرب هذا الامر وعلى حساب الكتاب المقدس يلا خطيه وشكوا بها اذا عملت فلان شيء وعلى حساب الكتاب المقدس ودرجه درجه اولادنا يخسرون البركه يا جماعه ابدا يا رب احنا نصلي اليوم باسم يسوع المسيح أن تبارك كل أم رائعة في هذا المكان وكل بنت راح تكون أم في هذا المكان وكل زوجة باسم المسيح أنا واضعهم بين إيدك بناتك وأولادك أنت وكلت الأهالي يا رب وقلت ربي الولد في طريق الرب فمتى شاخ لا يحيد عنه باسم يسوع بارك يا رب الأخوات في هذا المكان واعطينا ان نتعلم ايمان التحدي وايمان التسليم وايمان التوقع وايمان التحقيق يا رب احنا منتظريك ومنتظرين مجيئك باسم المسيح بركه غير عاديه وشعب الرب يقول امين